ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءة روحانية لمواليد برج الجدي، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من احبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة. واللي حابب كشف عايز يحدد حالته، ان كان السحر او ان كانت مس او ان كانت تعطيل او ان كانت تابعه او عايز يحدد حالته، يتواصل معانا واتس وان شاء الله هنكشف له باذن الله تعالى، وهنحدد حالته ان كان عنده ايه هنحدد له باذن الله تعالى. ادعم الفيديو بي شكرا، وتواصل معانا واتس وراح نكشف لك بمشيئه الله. بسم الله الكشف. شاف عندك هنا في اخبار حلوه ليك، خلاص دق طبول الفرح، جهزوا نفسكم لان شايف عندكم حاجات بشرط حلوه، استعدوا ستفاجئ بافراح قادمه وانفراجات طال انتظارها، قريبا ستبدل احوالك للاحسن باذن الله تعالى، ان ربك اذا اعطى. عندك هنا وسيجبر بخاطرك وهتشكر الله وتقول له رضيت يا رب. عندك باب هنا، بابك ده الفرحة قادمة على عتبة بابك، والحزن خلاص هينتهي وهيخرج من بيتك قريبا بإذن الله. اللي كان مزعلك وكان تعبك وكان كسر قلبك وكنت تعبان ومخنوق لأن حاجات كتيرة مريت بطائفة مالية، ربنا بيكرمك وهيرزقك بمال لم يكن في حساباتك خلال الأيام دي. طاقة المال قوية قدامك، طاقة المال قوية يعني مبلغ مالي ديلك ممتاز، انت كنت محتاجه، محتاجه جدا، هيتدبر هتلاقيه جلة من حيث لا تحتسب. وفي حاجة حلوة قوي هتحصل معك قريبا انت منتظرها بفارغ الصبر، وهتخردك من الزعل ده وهتنسيك الدنيا وهتضحك مرة تانية وهتفرح وهيرد عليك الفرحة مرة تانية. في شخص هنا بيحبك قوي لكنه بعيد عنك مش عارف يقرب منك، في حياة جديدة قريبة منك بإذن الله. عندك قلق وخوف، ليه في قلق وخوف؟ شايف هنا في حق كبير عند حد ظلمك، لا تقلق هتاخذ حقك، حقك رادع. عندك تطورات جديدة مبشرة وأخبار سعيدة، في فرصة تديلك على طبق من ذهب وبتعوض خسارة السنين اللي فاتت ماديا ومعنويا بإذن الله. سيكون أمرك وحاجتك مقضية وخاطرك مجبور، حلمك متحقق وقلبك سعيد وسماع أجمل خبر مفرح، وبيتك مليان بالخير والبركة والمال والرزق إن شاء الله، قول آمين. سيأتيك كل ما تتمناه بإذن الله تعالى على حين غفلة في وقت لا تتوقع حدوثه، ستشعر وكأنك في حلم حقيقي، ستمتلئ أعينك بالدموع وقلبك بالامتنان، لأنك ستعرف في قلبك إن الله قد استجاب لدعواتك. عندك خروج من طاقات سلبية من بيتك أثرت فيك وأثرت فترة على حالتك النفسية وبعدتك عن ربك فترة كبيرة، لأن أثرت عليك طاقة السحر، أثرت عليك تأثير كبير. عندك هنا هدية غير متوقعة، الهدية راح تأتيك خلال أربع نقط بإذن الله، الأربع نقط ممكن تكون أربع ساعات أو أربع أيام أو أربع أسابيع. وفي فسحة حلوة مع ناس قريبين من قلبك، وفي مفاجأة ما كنتش تتوقعها. شايف هنا شخص ضايقك بكلام كثير وأذاك نفسيا، ولكن عدالة الله ستجبر بخاطرك وتأخذ حقك. المرأة دي تدعي المحبة
وقلبها مليان سواد وعاوزة أذيتك بأي طريقة، وبتمثل عليك ضعفها وقلة حيلتها. احذر منها، احذر منها، لأن هي اللي عاملة لك طاقة السحر. في رسالة حلوة هتفرح قلبك خلال أيام إن شاء الله، وفي جبر خاطر لأنك اتظلمت كتير وتأذيت كتير. شايفنا؟ شايف أعصابك مشدودة الفترة دي، وكأنك هنا مركز على أمور كنت محتاج تركز فيها من قبل. بقول لك هيجي لك الندم على تصرفات صدرت منك اتجاه شريك بطريقة حمقاء، وكأن شايفك هنا بتعيد النظر في أمور، في الأمور اللي محتاج تعيد فيها النظر من أول وجديد، وهتسحب هنا نفسك من قائمة أصدقاء مقربين منك، وكأن هنا في عندك تشويش اتجاه عدة أمور حواليك. شايفنا فيها المثابرة، فأنت هتصبر على كثير أمور حواليك. شايفك هنا ما توقعش نفسك أو ما تدخلش أو توقع نفسك في الغلط، لأن في أشخاص مجرد حديثك معاهم ممكن يوقعك في مشكلة مش بتاعتك أصلا المشكلة، بس يعني مجرد حديثك معاهم يوقعك في مشكلة. شايف إنها تتعرف على شخص، الشخص ده شايفه، وهذا الشخص يعني هيسبب لك متاعب كبيرة في الحب بينك أو بينكم، وعندك هنا شخص مشكلة، عندك يعني مشكلة هنا، مشكلة دي حكومية، في مشكلة حكومية، ورث أو ميراث أو فلوس، في المشكلة دي حكومية بتخلص معاك على خير بإذن الله تعالى. الفترة دي هتحس يعني بضياع شخص من إيدك، وشايفك هنا إن أنت بتحاول تردعه تاني، لأن شايفك هنا عايز تردعه بأي طريقة، وبتحاول يعني تردعه. شايف هنا أو أسلوبك أو بأسلوبك تردعه. بقول لك هنا حاول تظبط أمورك الفترة دي، وكأني شايف هنا في شخص هيعمل معاك تصرفات هتخليك يعني تغير عليه أو تشك فيه. في شخص هنا عنده، الشخص ده عنده علامة في وجهه، الشخص ده مش كويس، بيتمنى لكم الشر. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك هنا هتاخذ قرار بانعزالك وبعدك عن شخص. شايف هنا وكأن الحنين بيردع العلاقة من تاني. شخص هنا هيخبي عليك أمور، ولكن هتكتشف. خليك حذر الفترة دي من تصاريفك أو تصرفاتك، خليك حذر. في عندك ريسك تخلك، بس هيكون خروجه من ايدك اسرع. انا بقول لك خليك حذر من تصرفاتك ومن مصاريفك. في شخصنا هتعطي ليه الولاء، ولكن هيتعامل معاك بجفة المشاعر. احذر من تعب، لان انا شايف عندك تعب في الصدر ووجع العظام، خصوصا منطقة الرجلين ومنطقة الأكتاف والرقبة، عندك المعدة تعباك، وأكتر حاجة الصداع بيديلك والضيقة والخنقة والتعطيل من السحر. خلي بالك واحذر. شايفك إن أنت بتحط النقط على الحروف، عندك مواجهة مع حد، في مواجهة ما بينك وما بين حد، وبتحط النقط على الحروف. وعندك شخص هنا بيسحب منك كلام علشان يوصله لشخص آخر. بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك، بلاش تحكي كل اللي في قلبك للأشخاص دي.
لأن شاف إنه بيسحبوا منك كلامه وبوصلوه لحد تاني أو لشخص تاني. في عندك تغير، والتغير ده هيكون في شغلك أو دايلك شغل، لأن أنا شافك هنا في مرحلة أعلى في الشغل خلال الفترة دي، أو مقدم لشغل وجايلك بإذن الله تعالى. عندك نوع من أنواع الزهق والملل، لأن أكتر حد عندك الملل والضيق، الخنق مسيطر عليك، التفكير السلبي مسيطر عليك. شايفك ان انت معصب نفسك كتير، وكأني شايفك ان بتلوم نفسك، شايفك عمال تلوم نفسك على امور اكتر ما بتلوم الاشخاص اللي حواليك. رب العالمين هيكتب لك الرزق الفترة اللي جاية. في عندك اتصال على حد بتشكي ليه على مشكلة، او بتشكي له لمشكلة حاصلة بينك وما بين يعني حد برضو، او ما بين شخص بتشكيله على مشكلة أو بتحكي معاه على المشكلة دي. احذر هنا الفترة دي من بعض الخلافات اللي هتحصل في عتبة البيت، وهيكون سببها الكلام. عندك هنا القدرة انك تتحمل المسؤوليات، بس مش هيكون عندك القدرة انك تتحمل خبث الاشخاص معاك، لان انت قلبك طيب. بقول لك هنا ابتدي لك حدا هدية، في هدية ديالك، ومن بعدها بعد الهدية دي بتمسك رزق حلو، بتمسك رزق ديالك حلو. أنا شايفك هنا بتعاني من قلة النوم خلال الفترة دي، هدي أعصابك وحاول تظبط نومك. عندك هنا مشكلة حكومية، المشكلة دي في الحكومة بتخلص معاك على خير وسلام، هتخلص معاك بإذن الله تعالى. شايفك هنا عندك ضيق جايلك من مكان بعيد، بتروح مكان وبتتضايق، أو بتدخل بيت وبتتضايق. اللهم صل على سيدنا محمد. احذر من الست دي، الست دي في ستنا فيها حرف دال، فيها حرف الدال أو حرف الميم أو حرف الغين. احذر من الست دي، احذر منها، هي الست اللي عاملة لك طاقة السحر، احذر منها. رب العالمين هيقف معاك، مش هيخذلك أبدا. شايف هنا حواليك أشخاص منتظرين منك الغلطة عشان يشمتوا فيك. عندك بس استغلال عاطفي، يا ريت ما تفتحش قلبك إلا للشخص اللي يستحقه. شايف هنا هيكون في حياتك رجل إن شاء الله يسعدك بإذن الله تعالى، بس يا ريت ما تفتحش قلبك للناس اللي غير لما تتأكد من الشخص ده انه بيحبك وهو بيتمنى لك الخير او عايزك في حياته. في قصة حب جديدة، هذا القراءة عامة للرجال ونساء. في قصة حب اراها جديدة في شخصنا، الشخص ده يعني هو سبب معاناتك، ممكن غدر بيك او خذلك هذا الشخص. بس احذر هنا من رجوع للماضي، ما تمسكش في الأحبال الدائبة. عندك بشرة كبيرة، بشرة وفرحة كبيرة واستقرار واطمئنان على شخص، وعندك فكر بإذن الله تعالى في تحقق أمنية غالية على قلبك، في تغير عتبة من مكان لمكان، تغير عتبة، وفي تخليص أوراق من جهة حكومية. راح تخلص هذا الأوراق وراح تخلص على خير، بس انا شايفك ان انت زعلان، في زعل او حزن دواق، لانك محتاج مبلغ من المال او محتاج فلوس، ولكن هتقدر تجيبه باذن الله تعالى. عندك اكتشاف حقائق هنا، في اكتشاف امور وحقائق حواليك، راح تكتشف مين الست دي، مين الست دي
اللي عايزة تدمر حياتك؟ مين الست اللي عايزة تعطل معيشتك، اللي عايزة تأذيك، اللي عاملة لك طاقة وقف، طاقة مشاكل، طاقة عراقيل؟ راح تعرفها وراح تكتشف. نجمك هيلمع بإذن الله في مجال عملك، بس أنا شايف هنا اللي حبيته أو فرحت بوجوده شخص كسر قلبك، شخص أذاك في مبلغ مالي، وفكر بشديد بإذن الله العتبة الجديدة فيها راحة ليك، فيها راحة ليك. في حدث هنا مفرح ومساعدة مالية رح تأتيك، في مكالمة من شخص قاطع التواصل معاك، شراء البيت أو تغير المحل الإقامة هتكون فيه سعيد بإذن الله تعالى. في شفاء هنا، الشفاء ده من مرض أو استقرار صحي ونفسي. عندك نصرة على ناس أذتك كتير، والناس دي سببت ليكم أذى من قبل، سببت لكم أذى كبير من قبل، بس نراكم هنا تعبانين وتفكيركم مشتت. في أيام حلوة وتغير للأفضل. ماشي، عندك مشاكل عاطفية وعدم استقرار، بس انت بحاجة للهدوء والاسترخاء علشان السحر مسيطر وشديد عليك السحر. بس أرى في شفاء بإذن الله تعالى، في شفاء من هذا السحر، رح تشفو بقدرة الله تعالى وتخلص من هذا السحر. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف، بس أنا بقول لك يعني التقلبات المادية تعب نفسيتك شوية. وأنا شايف هنا عقلك شغال تفكير في كل شيء حواليك، عمال تفكر في حاجات كثيرة حواليك، عقلك شغال في التفكير. شايف في أشخاص حواليك بتحرف عليك كلام، عمالة تتكلم أو بتحرف عليك كلام، ولكنها بتزود على الكلام 20 كلمة. يعني إن قلت كلمة بتزود على كلامك 20 كلمة، احذر منهم. بقول لك هنا انت يعني محتاجة او انت محتاج ترتاح نفسيا وجسديا الفترة دي، عايزك ترتاح. انا شايفك هنا انت بتحاول تظهر بصورة يعني مع اشخاص، بتتكلم في ظهرك كلام كتير. شايف علاقتك هنا مع الحبيب الفترة دي يعني على قد ما هتكون مستقرة، على قد ما هتكون صامتة. احذر الفترة دي من مشكلة عائلية تتحط فيه، احذر. هتدي لك رسالة من شخص، الرسالة دي رح تجي لك من شخص هيكون فيها عتاب ليك ولوم، هيكون ما بينكم عتاب ولوم في الرسالة دي. عندك شخص هنا كلما حاولت تظهر نقطة ضعفك قدامه بيحاول يتعبك أكتر. الفترة دي هتفكر في رياضة كتيرة. شايف شخصنا في شغلك هيكون مركز معاك بطريقة هتضايقك وهتتعبك. وعندك هنا بعد فترة في تغير من عمل لعمل آخر. في اتنين أوقات هنا ورب العالمين بينصرك على الشخصين. حديثهم معك بيزعلك، وفي عندك هنا مبلغ بيجي لك بتحافظ عليه علشان بتستخدمه في مصلحة. في شخص هنا علاقتك به منقطعة أو فراق بينكم وبينه، وأنا شايف هنا إن علاقتك بتصلح خلال الفترة اللي جاية. دايما علاقتك به يعني شايفك هنا، بس دايما علاقتك بيه هتكون غير مستقرة في حياتك. حد هنا شايف هنا، احذر الفترة دي وكن حريص من الناس اللي حواليك، لان في ناس كتيرة بأزياك. في حد هنا اكلت عنده، خطلك سحر في الاكل او شرب السحر، لان ارى المعدة
تعبانة من تأثير السحر، والأعصاب من تأثير السحر. شخصنا هيعمل معاك حوار عليك في التلفون عشان يخليك تعمل مشكلة مع حد تاني. الفترة دي يحذر من العصبية، وعندك موضوع في محكمة أو بنك أو قرض بيخلص معاك على خير بإذن الله تعالى، رح يخلص على خير بمشيئة الواحد الأحد. اللهم صل على سيدنا محمد. كن حريص. عندك اشي اتسرقت او شايف هنا في كلام بخصوص سرقة، كلام بخصوص سرقة، ان شاء الله يتم على خير وتخلص القصة دي. شايفك انت هنا صبور، متحمل غلطات الناس اللي حواليك، متحمل غلطات الناس دي اللي حواليك، عندك كمية الصبر، صبور مع العلم انك بتقدم ليهم عطايات كتيرة، بتساعدهم بتدعمهم، عطيتهم كتير وقدمت ليهم عطايات كتيرة. رب العالمين هو اللي هينصرك على امور معقدة حواليك، وكأن شايفك هنا بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات ممكن تقع فيها. في شخص هنا بيقعد معاك وحديثه مش بي يعني مش بيخرج من ذهنك الفترة دي، شايف فترة طويلة. بقول لك عندك هنا حكمة في أشخاص، لأن خلي عندك حكمة برضو، وخلي عندك حكمة شديدة، لأن شافك إنها تنخدع في مين حلو ومين وحش. شخص هنا له مكان كبير في الدولة، هتحس يعني من طريقته معاك بالراحة والسكينة، بس بحذرك من النميمة حواليك، وزي ما يكون في حواليك أشخاص عايزة تظهر فيك عيوب، والأشخاص دي مش كويسة. خلي بالك رب العالمين هينصرك وبيحسن رزقك بطريقة حلوة، وشايف علاقتك هنا مع حد حبيب أو زوج أو حبيب عليك، يعني الفترة دي هتكون فيها كلام كتير في زعل. عندك شخص هنا هينتقدك، ومجرد انتقاد ليك هتبدأ تغير من نفسك. عندك عملية تجميلية شافك هتفكر هنا فيها. عندك صداع الفترة دي هيلازمك ووجع في المعدة. عندك هنا شخص هيكون مركز معاك من الفترة للتانية، وكأن شايف هنا عندك في بلوك بينفك، في بلوك بينفك بينك وما بين شخص. بس خلي بالك من المرأة دي، المرأة دي في امرأة هنا مش كويسة، هتنرفزك. المرأة دي مش كويسة هتنرفزك، خلي بالك منها، لأن هي الست دي اللي عاملة لك طاقة السحر، سحر مشروب، والسحر ده تاعب معاك المعدة، عامل لك عراقيل كتيرة في حياتك، تعبك جدا، تعب صداع، مخنوق، مش حابب تتكلم مع حد، تحس ان الناس بتبعد عنك مع انك بتقدم لهم الخير، لكن هم بيقدموا لك الشر، مع انك طيب معاهم، مع انك كويس معاهم، مع انك بتحب لهم الخير، بتتمنى لهم كل الخير، لكن الناس بتتمنى لك الشر. وعامل معاك ازمات المادية، الازمات يعني ملحقاك شوية خلال الفترة دي من السحر. وانا شايف، بس انا شايف هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، ديالك الفرحة، ديالك مهما تروح وتيجي ديالك الفرحة لحدك عندك، لان قلبك طيب. بس هشافك يعني كترة المسؤولية اللي بتزيد فوق كتافك يوم عن يوم، شايفك هنا انت مستحمل، مستحمل هموم يعني مش قدك، بس مستحملها ومجبر انك تقدم تنازلات عشان المركب تمشي، عشان المركب تسير وتمشي. شايف اشخاص هنا، بس خلي بالك بتعمل انها بتحبك، بس الاشخاص دي بتضرب تحت الحزام مش بتحبك، خلي بالك. وبقول لك احذر من الخدع من شخص مقرب منك، وكأن الخدع يعني بيتمنى لك الشر، وشخص مقرب منك هذا الشخص بس مش كويس، احذر. بس الحظ معك،
انا شايف هنا هتاخد قرار هيغير حاجات كتيرة في حياتك. شايف عندك سفر مفاجئ او بدك تسافر، شايف هنا هتتواصل، يعني بتتواصل مع شخص مهم بالخارج، وهذا الشخص يعني بده يساعدك ويدعمك، عايز يساعدك وهيدعمك بأمور مختلفة بالعمل. شايف هنا؟ شايف باب الحظ والنجاح، النجاح اللي بيسألوا على النجاح، شايف باب النجاح موجود ومفتوح أمامكم، والمال والعمل موجود وكبير بإذن الله، لأنك فكرتم صح، وبعد تعب ومجهود ودراسة وسهر صارت وقت تقطف تعبك ومجهودك. بدك هتنجح وهتثبت نفسك أكتر، وعندك طريق السفر للخارج هتثبت نفسك أكتر فيه بإذن الله تعالى. شايف هنا أمورك تمام، هتبدأ تكون بكويسة، صار وقت إنك تحط مسمى للعلاقة العاطفية. شايف بدك هتاخذ خطوة بخصوص ارتباط مع الشريك. شايفك هنا في فرحة، الفرحة دي يعني من الأهل. شايف بخصوص خطوبة أو زواج أو مناسبة في أرض بيتك، في الأرض البيت في فرحة، في عندك شيء جميل قادم وتعويضات إلهية قادمة، خير واسع وأفراح ونعم، هناك أخبار جميلة ستقبلها وتبدأ تتبشر بها الآن. عندك بركة في الرزق وترقية تخص عملك، عندك رح تحصل على شيء مفقود بقاله فترة، عندك قرار بتاخذه صح يخص عملك وهتلاقي دليل يؤكد ان قرارك صح، دليل يؤكد ان قرارك صح، والفرحة دياك. في رجوع للمنفصلين، وحصل انفصال او لانه شاف في زواج مرة ثانية، وفي منكم بيحاول يرجع، في رجوع بإذن الله تعالى، لأن أرى في بشرى بمولود، في بشرى لمولود أو بشرة حمل بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. واللي حابب يتواصل معنا في الواتس للكشف ادعم الفيديو بي شكرا، وتواصل معنا واتس وان شاء الله نكشف لك ونحدد حالتك باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، فضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك وشاركنا اشتراكك في القناه.